ولكن خلينا بقى نروح لكاس العالم للانديه. رؤوف، مهم جدا البدايات، دايما بدايه كاس العالم للانديه بكره هي طبعا في ظل وجود مباراه مصر والكاميرون هنتكلم عنها في الجزء الثاني، ولكن بكره افتتاح كاس العالم للانديه، جزيره الامارات هيلاعب بطل تاهيتي، يعني شايف البدايه ازاي في ظل مباراه مصر والكاميرون الناحيه الاخرى؟ هي طبعا حته البدايات طبعا زي ما حضرتك بتقول يا كابتن، انا شايف ان الجزيره طبعا هيبقى كعبها عالي طبعا في الماتش ده، طبعا بحكم الماتش في الامارات وعلى ارضهم، بس المشكله بعد كده احنا في النادي الاهلي بعد كده في الماتش اللي بعدها يوم السبت، في غياب طبعا عناصر اساسيه في الفريق دي هتاثر علينا، بس برضو نرجع ونقول الجمله طبعا الاهلي من حضر، بس انا اعتقد كبدايه بكره مش عارف برضو يا اسامه، انا اسف جدا يا رؤوف، ودي كلمه عايزين نتكلم فيها احنا الثلاثه، هل الاهلي بمن حضر؟ هل انت لما هتلاعب فريق زي مونتري برضو، ما هو ده طبعا الاهلي بمن حضر، وانا قلت ان روح الفانيلا الحمراء دايما بتبقى مختلفه، ولكن في النهايه في اساسيات المفروض بنلعب بروح الفانيلا الحمراء وبنلعب بكل الكلام ده، هتواجه فريق كبير بس برضه، هتواجه فريق كبير ده قصدي، يعني ده زي ما حضرتك تقول، بس انا كنت هكمل جملتي في الموضوع ده. انت عندك برضو يعني ست لعيبه عناصر اساسيه يا كابتن اسامه، طبعا الاهلي من حضر، بس انت بتقابل فريق كبير يعني فرقه مونتيريف يعني فرقه كبيره، فبرضه غياب عناصر اساسيه من النادي الاهلي في قوام المنتخب، ست لعيبه هتقصر، سته مع الاصابات، سته مع بدر بنون، مع اكرم توفيق، مع الشناوي، تسعه لعيبه تيم كامل، فاعتقد برضه هتقصر. طيب شايف برضه حته الولاد الصغيره اللي لعبت الفتره اللي فاتت، محمد اشرف، محمد مغربي، مصطفى شوبير، زياد طارق، محمد فخري. اللعيبه دي موجود، مصطفى مخلوف، موجودين دلوقتي مع الاهلي في كاس العالم للانديه. هو المتواجد حاليا زياد طارق وفخري ومصطفى مخلوف حارس المرمى ومحمد اشرف الباك ليفت، هم دول تقريبا المتواجدين مع هم اثبتوا وجودهم في كان من حسن حظهم موضوع كاس الرابطه دي، فرقت مع العناصر قطاع الناشئين عندنا، وهم بصراحه ادوا بشكل كويس، بدليل ان مستر موسوماني خد في القائمه 4 5 لعيبه حقيقه، وهيكون ان شاء الله يكونوا متواجدين ويبقى ليهم مشاركه كمان، هيشاركوا اعتقد محمد اشرف هيشارك. عجبك محمد اشرف؟ انا السنه فرقت 2001 السنه اللي فاتت مسكتها شويه، لا لعيب علي معلول الثاني لعيب كويس قوي، باك ليفت، لعيب كبير عنده ثقه في نفسه كبيره، موهوب، لعيب موهوب بصراحه، يعني اعتقد هيبقى ليه دور. عايز اساله سؤال بقى كابتن اسلام، وهو كان مهاجم كبير واحنا عندنا نقص في حته المهاجمين في كاس العالم للانديه، حسام حسن مصاب، محمد شريف موجود مع المنتخب الوطني، بيرستاو مصاب، مين بحسك الفني والتدريبي وكنت بتلعب مهاجم، مين اللي ممكن يشغل مركز المهاجم في ماتش مونتيري اللي جاي؟ انا اعتقد ان مستر يعني اعتقد انا كنت لسه كنت بفكر في القصه دي، ان حسام مصاب، بيرستاو مصاب، ايوه، محمد شريف مش موجود، انا اعتقد ان مستر موسيماني ممكن يلعب من غير راس حربه، ممكن يلعب شادو سترايكر، ممكن يلعب براس حربه وهمي اعتقد. انا بس يعني السؤال ما اعرفش، وانت النهارده لما سمعت كلام دكتور احمد ابو عبله ما يعني انا فهمت شويه ان ممكن حسام حسن بس قال حسام ماشيين معاه يوم بيوم، يعني بنشوف بس يعني انا بشوف ان اقرب الاسماء، ما اعرفش، اعتقد ان اصابه حسام حته السمانه دي ممكن ما يلحقش برضو. يعني انت بترشح ان او تؤيد ان موسيماني ما يلعبش بمهاجم في المباراه؟ مش هيلعب بمهاجم صريح، هيلعب ممكن 4، مكسوني، طاهر محمد، طاهر حسين الشحات، احمد عبد القادر، مفيش راس حربه اعتقد. ده كنت بفكر فيه الصبح النهارده في ظل الاصابات دي، اعتقد هيلعب من غير راس حربه. القادمون من الخلف، القادمون من الخلف، حمد امام الله يرحمه كان بيقولها، القادمون من الخلف في المباراه، وخلي بالك هو دي الطريقه، هو لعب كده بشويه بيرستاو حتى في ماتش الزمالك، بيرستاو كان بيلعب براس حربه وهمي، فاعتقد هو ماتش مونتيري هيعمل كده.